Ça fait tellement plaisir d'être parmi les invités l'événement organisé par les étudiants de l'UNCG Tara. Et pour moi, c'est pour la première fois que j'ai une conférence à la fin de la région, donc c'est avec un grand plaisir. Je suis les étudiants de l'UNCG à l'événement qui essaie de nous réunir et qui essaie de nous réunir fait un partage d'expérience vu que la personne de son profil et son domaine. Donc, on essaie même qu'elle partage avec moi l'expérience dans le domaine de construction en tant que c'est mon profil. Et en même temps, des expériences de la même chose, oui, la faire de compétition comme c'est chez l'Expira de Misarab et Afrique. Donc, voilà. بالنسبه للمسابقه كنت ربحت فيها في لو موا 3 ديال العام اللي فات كانت في مصر دونك تاهلت المغربيه الوحيده اللي كانت دات اللقب بفكره مشروع انشاء منظمه لمحاربه العنف والتحرش الجنسي اللي حاليا مازال ما طلقتها اوفيسيالمون خدامه عليها على لو ريزو دونك هذه كنحاول ما امكن نهضر على هذا المشروع وانني نوضح الفكره ديالو علاش جاتني وكيفاش جاتني الفكره بما انني مثلت المرأة المغربية فكنحاول أن نبين أن المرأة المغربية مرأة اللي كتبقى محافظة على التقاليد ديالها المرأة اللي كتبقى متشبتة بباركور ديال هاد القراية كيلكو سوا كيف ما كان سواء عنده علاقة بديك لا كونفيسيسيون ديال لا بوتي ولا هذا وأنه تكون مرأة محاربة بالمناسبة أنا طفولتي تربيت في الصحراء دونك ماشي أول مرة غادي نجي الصحراء تساليت في مدينة العيون دونك الطفولة ديالي كاملة دوزتها في الصحراء دونك كان إحساس زوين أنني نجي للداخلة كنشم ريحة الصحراء دونك مدينة زوينة والحاجة اللي عجبتني سي كو لي زيتيديون ديال لو إن سي جي دايرين أن كغون إفور باش يأورغانيزيو هكا دي زيفينمون ولا دونك فوالا حاجة مزيانة رسالة أخيرة اللي نقدر نوجه بيسكو دابا حنا في لو إن سي جي دونك كنبغي نقول لهم بون كوراج ويصبروا ان شاء الله كلشي غادي يتخرج وغيوصلوا داكشي اللي كاين باش تنجموا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس